السحر اليوم 25/1 أحد السحر اللي استخرج من قبر مقبرة سيدي خليفة في أحد القبور القديمة، طبعا على هيئة مديور في رأس حولي، خيطات عيونه وفمه وذانه. طبعا هذه قطعة القماش كانت في فم الحولي مع الصورة، هذه صورة الشخص اللي مسحور، تقعد جوزته هي اللي متحكمة فيه، هي الحاكمة، هي الآمر الناهي. وهذين طبعا هذين ناب قطوس أو ناب جرو صغير مع الـ مع الـ مع السحر في داخل الـ. وهذا كفن ملفوف في قطعة قماش كفن، هذه كانتيرة الشخص اللي مسحور في رأس الحولي، هذا كانتيرة كاملة ملفوف فيها، هذه صورته في أحد في مقبرة سيدي خليفة في منطقة سيدي خليفة. بارك الله فيك يا أخونا، جزاك الله خير. فيك يا سيدي، هاي العدن وهذيك السحر.